هلأ كارمن رح نكون مع سيكمنت كتير مهضوم، تتعرفوا أكتر عن شو رح عم نحكي. خلينا نستقبل سامي جو، موسى وزينة علم. أهلا وسهلا فيكم، كله تمام؟ ضعتوا شي على الطريق هلأ؟ سامي جو يعني شوي استعملنا جي بي أس لان يعني مش بصدق جوجل مابس. جوجل مابس ضعتوا لأن استعملتوا جي بي أس. وصلتي؟ بس لقيناك وصلت هلا بسلامة. نعم من بعد معاينات. رحت على غير مطرح قبل ما تجي لهون؟ رحنا مطار برمنا برمة كتير طويلة، فوصلتيني هلا انه نحن صار معنا شغلة. كنا رايحين على بيسين اوكي، وبتعرفي محل جديد فبدنا نستعمل جوجل ماب، ففتحنا جوجل ماب وما كنا نوصل الكوارث. ما كنا نوصل فاستوحينا الفكرة منه، وصلنا لمحل يعني بس استوحينا الفكرة منه. طب رجعت عرفتوا ترجعوا عرفتوا ترجعوا على المطرح وصلتوا؟ خلينا نشوف. طب اذا الفيديو تتعرفوا عن شو عم نحكي. Your destination is on the left. Turn right onto West Harjit Street. In 800 feet, your destination will be on the left. Your destination is on the left. بعتقد انه الفيديو عن جد كثير بضحك. غرقت رجعت قدرت تطلعي مش الحال؟ ضليت تحت شوي بس رجع مش الحال. طب خبرينا القصه الحقيقيه من وراء هيدا الفيديو لاستوحيتي منه. هو مثل ما قلت لك انه كنا رايحين على محل جديد، رايحين على بيسين بمنطقه بعيده، فقررنا انه نفتح جوجل ماب كرمال نعرف كيف بدنا نوصل. فوصلنا حوالي بس انه مش على المطرح المزبوط، فخلص رجعنا سكرنا وقررنا نسال العالم. خبرونا انه في عندك جاره كثير بتزعجك، كيف تتعاملي انت مع هيدي الجاره بحياتك اليوميه؟ هلا الواحد عنده مثل ما بيقولوا صبر. اول شيء انه اول شيء بتبلش مرحله اسمها بتستحي منها، يعني هالجاره انه بتستحي منها انه اهلا وسهلا وكل شيء. ان شاء الله تكون عم تحضر. هي اول مرحله يعني بيستحي الواحد اول شيء، مره اثنين ثلاثه اربعه، بعدين خلص انه بيوصل لمرحله انه بلش تسكر معه، بلش تسكر معه اخر شيء نحس على دمك يعني. يضطر انه يستعمل عنصر الكذب، يعني هو انه يدعي شيء بس كرمال انه يعني ما يحط حاله بهيك موقف وما يزعج هي الجاره اللزقه اللي بعدها عم تزعجنا. يعني يعني الكذبت والما كذبت اللي بعدها عم تزعج. عادي عادي، بس غير انه هي جاره لزقه، غير انه يعني فاجأتنا بطرق صار شيء معنا يعني ما كنت بتوقع يصير، انه عرفت تفوت. يعني هلا بتشوفوا بالفيديو شو عم بحكي، انه كيف بيقولوا بتسكر الباب بتفوت من الشباك، نفس الشيء هذا اللي عم اقوله انا. يعني بنشوف هلا بالفيديو. خلينا نشوف الفيديو. شو ساعة ما قطعت الكهرباء زينو؟ شو بدنا نعمل هيك؟ منيح في وجهك يعني مش مقبول ابدا السقعة كثير كثير صار سقعة. بونسوار كيفكم اليوم؟ بونسوار. شو مسقعين مبين؟ ما نحن انقطعت عنا الكهرباء قد بيجي لعندكم نتسلى شوي. كيفكم؟ احنا سهلا فيك. شو هيدا؟ فيك تفتحي فتح عليك؟ يمكن بتقولي في شيء بخليك تحبي ولا شيء؟ يعني الحمد لله اليوم انا ما تزعلي مني بس ماني بهالنفسيه، قفلت الباب مش قادرة. خي خي مش قادرة صراحة. اهلا كيفكم اليوم؟ كنت عارفة رح تقفلوا الباب بيجي من الشباك. هيدا الباب تقفل خلص. خي عن جد خي خي يعني ارتاحت نفسيتي كليا. مش عارفة مسكرة. قفلت كل شيء اليوم، كل شيء براد مسكرين. نحن مش بالبيت اليوم، اليوم نجعلها قاعدة للصبح. خلص خلص بلا نق بلا خلص. يلا بقعد معكم يلا للصبح، ما عندي شيء كمان يلا. ما خلص بقى خلص. سامي جو طلعت انت الجارة اللزقة، طلعت انت الجارة اللزقة. انا الجارة اللزقة. يعني شو ما عملتي
طلعت لك من كل الأمكنة. خلص من كل الميلات بدها تطلع. حتى لهون حتى لهون لهون ورا ورا عم بيعاني من هيك يعني مارق بهالسيتويشن. وانا متاكده يعني انه كل حدا يعني انا استوحيناها من حدا بس ما بعرف اذا عارف حاله يعني هلا ما يعرف حاله هلا هلا بتقدر اعرف حاله هلا. واكيد اكيد هيدا الشيء كمان انتوا عم تستوحوا كل الفيديو يلي رح نشوفه نحن بحلقات مقبله بتستوحون من حياتنا اليوميه من اشياء انتوا بتعيشوها ونحن كمان. نحن بنتشكر وجودكم. بتحبوا تقولوا شيء هيك قبل ما نختم؟ ما فيهم يتابعوك ما تكونوا متفجارة اللزقة بس ما بقى مسترجين تعملوا شيء احسن ما نعمل فيديو. لا خلص رح نضلنا هيدا يلا لفتتنا نظرنا كثير مهم على فكره. في كثير حتى في شيء لفتني بالفيديو انه ايفن هن كانوا قاعدين كثير هيك انه ما عم يعطوها كثير وجه وهي منا حاسه بالعكس كانت كثير مبسوطه وعم تضحك. هذا الكاركتير غير انه هي جاره لازقه هالكاركتير اللي عندها يلي هو بلا حياه يعني ما بعرف كيف بيقولوها هذا الشيء يعني طاغ كان على انه لازقه وقلتكم يعني هذا الشخص على امل انك تتغيري سامي جو. نحن بنشكر وجودكم زينه وسامي جو سري. مشاهدينا هلا خلينا نروح على اسفت.